عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم: فلو سمعوا كلام ملك الموت عندئذ لبكوا على أنفسهم وذهلوا عن ميتهم. يا الله، الناس تظن أن السعادة فيما نستمتع به، السعادة فيما قدر الله العبد أن يستقيم على طريق الله، فآية يقرأها من كتاب الله عز وجل يشعر فيها أنه ملك الدنيا بحذافيرها. إذا ضاقت علينا الصدور ودودبت الأمور من جانبنا، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تهجم عليك الهموم والديون، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. إذا ضاقت عليك الأمور عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كنز من تحت العرش تسد 70 بابا من أبواب البلاء أقلها الهم. مش ده كلام الرسول عليه؟ مش هو طبيب الأمة؟ نعم. هو اللي أعطانا المنهج. إحنا يا ابن ما تعبت الأمة إلا بالابتعاد عن كلام حبيب الله عليه الصلاة والسلام. بس مش أقول للأمة تجرب، لا، يجب أن نعود، يجب أن نعود عودة يقين. شوف، هذه رسالتنا. لماذا أعطيت الدنيا لغير المسلمين يا شيخ؟ لا، نحن هم يصرون فيها ويجولون كيف ما يشاءون. هم أخلصوا في دنياهم فأعطيت لهم، نحن قصرنا في ديننا وما أخلصنا في دنيانا فسلبت منا. سبحان الله، لا إله طبعا الله. طبعا لا نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا منرقعه. ما يقول لي من الأسبوع الماضي كله إيه؟ نعم. كل الأسئلة الجاية أسئلة عن الآخرة من داخل الدنيا. بمعنى يعني كل زعلان ليه؟ أنا ليه كان بالضبط إن الحور العين هو نظرة دنيوية، قلت أنا ست زعلانة مالك يا حرمة ولا يا امرأة ولا والله يا سيدنا الشيخ موضوع الحور العين ده بصراحة يعني كده الموضوع مش داخل في الله. النظرة الدنيوية، نظرة الغل الدنيوي، ماشي يا ابني في الآخرة ما فيش لا هم ولا غم ولا حاجة. بس الأول بدل ما نتصارع رجال ولا ساعة ندخل الأول، اسألونا كيف ندخل، كيف نصل، صحيح، كيف نعمل، متى. حتى السؤال في الآخرة من خلال الدنيا، لا إله إلا الله. يعني الصحابة عمرهم ما سألوا السؤال ده، لا، ما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. هم عايزين مرضات الله بس، لكن اسأل عن تفاهاته سبحان الله العظيم، نسأل الله السلام يا رب. طيب فضيلة الشيخ الكبير دكتور عمر عبد الكافي، بما تفضلتم به الآن، هل